بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. ما زلنا مع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا تاني يوم مع سيرته بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. واحنا بنتعامل مع السيرة احنا بنتعامل مع السيرة على ان فيها نفس المعنى اللي في سنته واللي اقتبسته من الكتاب العزيز ان هي لا تخلق على كثره الرد. وان السيرة دي هو الجامع ما بين كتاب الله المستور وكتاب الله المنظور. كتاب الله المستور اللي هو الوحي وكتاب الله المنظور اللي هو الوجود فالسيرة جاءت عشان تقدم لنا برنامج عمل وحلول وتقدم لنا كمان سعة. ووسع ولذلك ما كانش ينفع ان احنا نفهم الشريعه من غير ما من من نعيد قراءه السيره قراءه تخلينا اكثر تحضرا قراءه تخلينا اكثر رحمه وخير وجمال وبمناسبه الرحمه هنتكلم عن حلقه النهارده ونشوف معانا ايه معانا حضره النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقد نزل عليه الوحي فحضره النبي صلى الله عليه وسلم بتقابل السيده مين بتقابل السيده خديجه اه نقف بقى قدام السيدة خديجة اللي هي السيدة خديجة الكبرى. ليه اسمها السيدة خديجة الكبرى؟ هل هي لأنها أول زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ هل لأنها أم أولاده؟ هل لأنها كمان قامت بدور كبير في حياة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل ده علشان خاطره اتسمت السيدة خديجة خديجة الكبرى عليها السلام. تعالوا نشوف بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السيدة خديجة آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الخصائص وبعض الصفات في السيدة خديجة اللي خلتها قامت بدور مهم جدا جدا في دعم حضرة النبي. وذكر من مظاهر دعم السيدة خديجة له ما ذكرته كتب السير اللي منها آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس فالسيدة خديجة كانت أول من أسلم أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم معه ولما نزل الوحي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء خاف الرسول صلى الله عليه وسلم وفزع فزعا شديدا هو خاف حضره النبي مش معنى الخوف اللي احنا بنقول عليه انه هو خاف انه لكن خاف بمعنى ان الامر وكانه كان ثقيلا عليه صلى الله عليه وسلم ورجع للسيده خديجه مسرعا يرتعش فقامت السيده خديجه عليها السلام ورضي الله عنها بدور عجيب فغطت حضره النبي صلى الله عليه وسلم على الفور ولما سمعت الحدث اللي حدث للرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له لا كلا راحت واقفه كده وكانها اوعى اوعى تخاف يا حضره النبي قالت كلا كان ساعتها حضره النبي صلى الله عليه وسلم وكانها رات فيه وعندما نزل انوار النبوه فقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا فوالله انك لتصل الرحم وتصدق, وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وبعدين راحت واخدها الى ورقه ابن الاوفل وحصل الكلام اللي معروف ومشهور في كتب السير لكن اللي يهمنا بقى ما قاله حضره النبي عن السيده عن السيده خديجه واستني بمالها اذ حرمني الناس نقف هنا شويه كانت السيده خديجه رضي الله عنها ذات مال وغنى وهي اللي خطبت حضره النبي صلى الله عليه وسلم وده حاجه مهمه جدا ان هي كانت ترى في حضرة النبي هذا النور وكأنها كانت ملهمة السيدة خديجة كانت ملهمة وحضرة النبي كان يرى في عينها في عينيها هذا الإلهام فعملت فعملت إيه بقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حضرة النبي يعمل معها في التجارة وأنفقت من مالها لمساندة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واللي وضح ده وضح قدر الإنفاق سألوا سيدنا الإمام الزهري زي ما بيأتي ابن هشام وغيره من كتاب السير ويقول إنه سألوا الزهري هي أنفقت قد إيه في مواساة حضرة النبي هل أنفقت خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فقال وأربعين ألفا وأخذ يكرر يعني وأربعين ألف وأربعين ألف وأربعين ألف فورد عند المفسرين في قوله تعالى في سورة الضحى وجدك عائلا فأغنى أي أغناك بمال خديجة بعض المفسرين قالوا كده وهذا لا يعني حاجه حضره النبي صلى الله عليه وسلم لمال احد فقد اغناه الله سبحانه وتعالى عن ذلك ولكن كان انفاقها رساله كان انفاقها رساله إرسال إيه رساله دعم الزوجه لزوجها وحضره النبي قال عنها كمان رزقني الله عز وجل ولدها اذ حرمني اولاد النساء حيث حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لان الاولاد جات له من السيده خديجه السيده الزهراء البتول كانت من السيده خديجه وعشان كده الاولاد كلهم جابوا من السيده خديجه احنا عايزين نقول ايه كل الكلام ده مهم ان احنا نركز عليه في واقعنا ده حضره النبي الجزء منور في سيرتك دي لما اقعد واسالك واحنا مع بعض دلوقتي يا حضره النبي احنا ايه السر لان انا عارف ان السيره يا ساده السيره سيره لانها بتساعدنا على المسير مع حضرتك يا رسول الله بس احنا مش هنقدر مش نعرف ازاي نسير بيها في حياتنا غير لما نكتشف السر اللي حضرتك قلت بيه هذا الكلام الرائع عن السيده خديجه ولما هنكتشف السر احنا متيقنين ان يحصل لنا يسر وبعد اليسر يحصل لنا سرور فاحنا معاك عشان ننتقل من السيره الى المسير معاك يا رسول الله وتتحول السيره الى حياه فيحصل لنا بعد كده ان احنا نكتشف السر اللي حضرتك اودعته في السيره وبعد كده يحصل لنا اليسر فلما يحصل لنا اليسر تنشرح صدورنا ويحصل لنا السرور يا رسول الله انا احنا عندنا دلوقتي مشكله فانا عارض عليك يا رسول الله المشكله ان لازم نعترف كلنا بين ايدين حضرتك خاصه ان الادوار بتاعت المراه في حياتنا اختلفت المرأة بقت بتا... نعم المرأة بقت بتجمع ما بين العمل وما بين دورها في البيت صحيح ستات كتيرة بتحاول تقدر بتحاول تجمع ما بين الاتنين وتتزن بس في حاجة ستات كمان ما بتقدرش تتزن بس اللي لفتني في كلام حضرتك وواستني ببالها حضرتك كنت بتمتن للسيدة خديجة كل هذا الامتنان اه لان السيده خديجه وكانها لما سندتك وقامت بدعمك انت بتبعت لنا رساله الرساله بتقول ايه عايزين تعرفوا الرساله والسر في الكلام اللي انا قلته عن السيده خديجه لازم تقولوا ان الزواج والاسره ما بتتبنيش على الحقوق والواجبات في الحقيقه بس الجواز والاسره بتتبني على التراحم السيده خديجه عملت ده بنفس طيبه عملت ده وهي بتتمنى ان حضرة النبي يفرح عملت ده من غير ما تسأل هو ده واجب عليا ولا مش واجب عملت ده وهي عارفة ان ده قد لا يكون دورها باعتبارها زوجة الزوج هو المسؤول ان هو ينفق عليها بكل ما يملك لكن هي لما شافت زوجها حبيبها قوت قلبها هو في حد ما يقدرش يحب حضرة النبي ده النظر من عينيه ده بابي وامي صلى الله عليه وسلم واللمسه من ايديه توصل الانسان لحياه الجنه مش سيدنا سعد قال عن مس كف حضره النبي ما مسسته حريرا ولا ديباج الي انا من كف رسول الله اه كان بتعشقه بتدوب فيه ولذلك ما كانتش الارقام تساوي ولا رنه الفلوس بتساوي عندها حاجه يبقى حضره النبي بيعلمنا ان البيوت ما بتتبنيش على هو فين الدور بتاعي ولكن بتبني على ان انا لما احب اعمل ايه ابذل بس في حاجه تانيه كمان بيعلمنا القصه ان لما تختلف الادوار وتختل الادوار وتقوم المراه بادوار هي مش من ادوارها كان لازم يحصل حاجه مهمه جدا ايه بقى اللي يحصل يحصل امتنان عارفين ايه واجب الوقت في البيوت دلوقتي الامتنان ان الرجاله تمتن للسيدات الست مش محتاجه فلوس زي ما كتير من الناس فاهمة لكن الست محتاجة امتنان انك تمتن ان هي بتقوم بكل الادوار دي وبتجمع ما بين الشغل وما بين اعمال البيت عارف لما هي تمتن تتشحن وتستمر وكده تبقى هي على قدم السيدة خديجة والراجل لما يمتن لزوجته لما تقوم بادوار مش ادوارها يبقى هو على قدم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش هو حضرة النبي اللي قال امنت بيه إذ كفر بي الناس كم ست بتشوف في ده رسم لخطة حياتها مع زوجها بدل ما تقطمه لا تقف جنبه لما يحصل أزمة يقول لها بعد دراسة إن الشغل ده مش هيقدر يحقق لنا الغرض اللي إحنا فيه أنا عايز أخير الكارير بتاعي فتقف معاه بدل ما الناس تقول له أنت فاشل لا هي تقف معاه وتسانده وتواسيه كذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أعلن ده للعالمين، حضرة النبي عارف إن الكلام ده هيوصل لنا. وعارف إن سيرته هتجن لغاية عندنا. وعارف إن سيرته هتحل مشاكلنا. نصيحتي نصيحتي الواضحة للأزواج. زوجتك ما تحتاجش إن أنت تكسرها عشان يحصل تساوي في المراكز الزواجية. لما هي تعمل حاجات أنت مش محتاج إن أنت تكسرها وتقولها أنت ما بتعمليش حاجة. لكن أنت محتاج إن أنت تعمل إيه؟ زي ما هي بتدعم الأسرة أنت محتاج أن أنت تدعمها طب وأنت بتتكلم النهاردة كده ليه عن عن المرأة ما عن الرجل ده احنا نتكلم عن سيرة حضرة النبي ما حضرة النبي هو اللي بيعلمنا الدرس إزاي نتعلم إحنا الرجال أن نتعامل مع النساء التي يبذلن كل ما كل ما في, في وسعهن نتعامل معهم إزاي أول حاجة بالامتنان بالامتنان تاني حاجة بالتعبير عن الحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن السيدة خديجة إنما رزقت حبها تعبروا عن الحب اللي بقوله لكم ده هيحل مشاكل كتيرة أنا بقول لكم وأنا جاي من جلسات الإرشاد الزواجي فأنا بقول لكم كلام من داخل جلسات الإرشاد الزواجي يبقى أول حاجة امتن لزوجتك عن الأعمال اللي بتقوم بيها تاني حاجة عبر لها عن حبك تالت حاجة احمد ربنا على نعمة إنه جعل لك أليف وأنيس يدعمك ويسندك وإنت عايزة تفوزي بالتلاتة دولة ادعمي جوزك وسنديه زي ما السيدة خديجة وقفت مع حضرة النبي يا رب احنا محتاجين والله يا رب محتاجين إن بيوتنا يبقى فيها ريحة السيدة السيدة خديجة رضي الله عنها وعليها السلام ومحتاجين كمان نسمع الكلام الحلو اللي متصل بجمال حضرة النبي في البيوت. يا رب جمل بيوتنا واكرمنا وانزل علينا من القوة ما نستطيع ان نمتن به لاحبابنا حتى يدوم بيننا السكينة والمودة والرحمة. احفظ بيوتنا واجعلنا نسير مع حضرة النبي في جمال سيرته الذي علمنا ان الادوار اذا تغيرت فنحن نحتاج الى امتنان لكي تظل البيوت في استقرار وامان. يا رب اكرمنا وملئ بيوتنا يا ربنا بالتراحم واجعلنا دائما من اهل الرحمه يا رب العالمين. بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجاوب على اسئلتكم المباركه فانتظرونا. كان لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي احنا بنلتقي عليها وبيكون عليها البث المباشر وهيكون عليها فعاليات مع بعض في رمضان وكمان بنتلقى عليها اسئلتكم اللي احنا بنجاوب عليها ومن ضمن الاسئله اللي احنا تلقيناها على صفحتنا على الفيسبوك سؤال بيسألنا بيقول لنا هل الواحد لو كلم خطيبته بكلام رومانسي في رمضان هل ده يبطل الصيام؟ اولا الكلام ما بين الخطيب والمخطوبه في قاعده بتحكمه ايه القاعده اللي بتحكمه ان هو يكون بالمعروف يعني ايه بالمعروف ما فيهوش كلام فيه اي نوع من انواع الابتزال نوع من انواع سوء الادب نوع من انواع خدش الحياه ولكن الكلام بيكون في اطار الاخلاق والقيم في اطار الاخلاق والقيم اللي بيكون حريصين عليها مجتمع المجتمع كله فمساله الاعراف العرف يبقى الكلام بيكون بالمعروف بس ده حاجه مهمه جدا لازم نقولها بالاساس في الكلام ما بين الخطيب ومخطوبته لازم الكلام يكون بالمعروف هل التعبير عن الحب بيخرج عن المعروف في احوال بيكون تعبير معروف ان الناس تبين ان هي عزيزه على حد وان قلبها ميال اليه وانه حريص على الجواز ده كله بيبقى كده لكن لما يكون الكلام فيه ايحاءات اخرى لا الكلام ده مش معروف الكلام ده مذموم إحنا بنقول كده لأن إحنا تعرضنا لده كتير في مركز الإرشاد الزواجي فبنقول الكلام يكون بالمعروف إن في حرص على الجواز أنا حريص على الجواز حريص على الجواز يعني إيه؟ أه في تعلق وفي إرادة لإتمام الجواز أه ده ما فيهوش شيء لكن إذا كان الكلام هيروح ناحية بقى أي نوع من أنواع تحريك الغرائز أي ده ده ليس من المعروف لكن تعالى بقى نقول بقى هل الصيام بقى يبطل إذا حصل كلام من النوع الأولاني؟ لا طب الصيام يبطل اذا حدث كلام من النوع الثاني لا ونتقي الله وما نعملش من النوع الثاني يبقى الصيام سيكون صحيحا وان كان في النوع الثاني يمكن ان يكون صاحبه قد يكون فعل شيئا قد يودي به الى المعصيه تعال بقى نشوف معانا الاستاذ رجب من العريش استاذ رجب ازاي حضرتك استاذ رجب اهلا بيك يا فندم ازيك يا الله يبارك في حضرتك اتفضل يا والله فاني. انا مريض عندي عضلة القلب ضعيفة 30% في المية وعندي السكر وعندي الضغط طيب الدكتور قال لك ايه قال لك تصوم ولا س... شهر رمضان يعني عشان بس عضله القلب وممكن يجيلك جلطه في كده يعني خلاص ان شاء الله هتفطر في شهر رمضان وان شاء الله ربنا يعطيك الثواب كاملا وليس منقوصا لحاله النبي طب أنا اللمس... دلوقتي اعمل ايه يعني ادفع كفاره ولا ادفع فديه فديه وقال لك مش هتصوم رمضان طول عمرك ولا مش هتصوم رمضان دلوقتي لغايه ما تتعالج وتبقى حالتك متحسنه يعني كويس اه لا يبقى انت دلوقتي مش هتدفع فديه على حاجه لا ده. هدي بالك يا حاج رجب ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ان انت تقضي هذه الايام بدل الدكتور قال لك ده بس لغايه ما تتقوى عضله القلب وتوضب السكر وتظبط السكر وكمان الضغط فلا انت ما عليكش فديه انت عليه انت لست من اهل عدم القدره على الصيام انت عندك ظرف مرضي وداخل في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى فاذا انت تقضي هذه الايام في ايام اخرى ان شاء الله إذن احنا دلوقتي عايزين نبين يا ساده الى مساله مهمه جدا 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 ان الناس المرضى جالي سؤال عجيب شويه في حد عنده مرض وعنده مرض شديد ورافض ان هو يفطر والدكاتره كلها بتقول له افطر بتقول له افطر لان في خطر على حياتك فهو بيقول لهم لا انا مش عايز يضيع عليا انوار رمضان مش عايز يضيع عليا اسرار رمضان مش عايز مش عايز يضيع عليا حلاوه رمضان فإيه اللي حاصل؟ فمصر على إنه على إنه يصوم وصيامه ده قد يضره. المسألة بقى هو لما يصوم والأطباء بيقولوا له إن ده في خطر على حياتك هل معنى كده إن هو بيطيع الله سبحانه وتعالى؟ لا. قد يعصي الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الصيام ده في حالة من حالات إن هو يضيع حياته تماما هيبقى عنده كبيره انه بيعملوا ده قد يكونوا كبيره لانه بيعرض حياته كلها للخطر يبقى الاساس يا سيدي اذا كنت انت صيامك الدكاتره منعوك من الصيام اصلا وقالوا لك ان الصيام فيه خطر على حياتك يجب عليك ان انت تفطر ليه يجب ان انت تفطر لان هناك بقى انت يجب عليك الا تلقي بيدك الى التهلكه ومعنى ان انت لا تلقي يدك الى التهلكه ده معنى ده, ده, تعبير كده تعبير كله على بعضه كده بيقول عليك أن أنت تحافظ على حياتك هو صحيح ده جه في الصدقة لكن لازم أنت تحافظ على حياتك من كل هلكة معانا الأستاذ أحمد ألو ألو السلام عليكم أستاذ أحمد السلام عليكم أستاذ تفضل بقول لحضرتك أنا دلوقتي داخل عملية الصيام ده ينفع ينفع فيه الصيام اليوم ده؟ أنت داخل عملية وهتتبنج يوم السبت اه يوم السبت الجاي ان شاء الله ينفع تكمني اليوم السيام. تعال تعال تعال, تعال نسأل سوية... شوية اسئلة. انت ماشي. هل انت هيدخلوا اي شيء في جوفك? يعني هيدخلوا لا. شيء في زورك كده عشان يدخل جوه عشان اي شيء عشان يشفط شيء ولا <applause> اي حاجة? حاجة ولا يحطوا بس حاجة. عليك اللي هو بتاع التنفس بس? اه لا للتنفس بس. و وانت بتتكلم بقى عشان المحاليل اللي هتتحط لك والحقن البنج اللي انت هتاخدها والنوم الطويل اللي انت هيحصل لك ده بسبب العمليه كل ده لا يفسد الصيام يعني نعم. ال... كمامه الاكسجين اللي هتتحط على على نفسك او الحقن اللي انت هتاخدها لان كمامه الاكسجين اللي انت بتتحط على نفسك في ال... في العمليات دي ما بيبقاش فيها محلول يدخل الى جوفك بيبقى بس ده عباره عن اكسجين عشان تحافظ على ده لان انت في الحاله دي ما بيبقاش ما بيبقاش عندك اراده ان انت تكون حريص على اجهزتك، فاذا فبيتحط الاكسجين عشان يضمنوا ان نسبه الاكسجين الموجوده نسبه ما يحصلش معاها اي مضاعفات. امر الثاني ان الحقنه اللي منها حقنه البنج دي لا تفطر، لا تفطر ليه؟ لان الجلد الجلد ليس منفذا مفتوحا. الانسان عشان يفطر لازم يدخل الى جوفه الـ الـ اي شيء عن طريق منفذ مفتوح، اما الجلد فمنفذ مش مفتوح. انا انا وداخل سالوني هل حتى ده بيكون مع الحقن المغذيه حتى مع الحقن المغذيه لان العبره ان ما دخلش اي حاجه الى جوفك ايه من منفذ مفتوح فاصل ونعود اليكم رجعنا لحضراتكم معانا الاستاذ جمال اتفضل يا استاذ جمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل وبركاتكم. عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير حضرتك انا بغسل غسيل كلوي طيب ربنا و... ان شاء الله يذهب عنك ويجمع و... لك بين تمام الاجر والعافيه يا حاج جمال اللهم امين يا رب فدلوقتي الدكتور قال لي ما تصمشي اسمع كلام الدكتور المساله التي تتعلق بالكلى دي آه. مساله ما سهله والكلى آه. انت عارف ان كتير قوي بتحتاج للميه بتحتاج لشويه حاجات فالدكتور قال لك مش هتصوم خالص ولا مش بس مش هتصوم في رمضان ده لا هو قال لي لا لغايه ما نشوف الكلى هتشتغل او مش هتشتغل يعني إن شاء, تشتغل إن, شاء ان شاء الله تشتغل وتبقى زي الفل يبقى انت دلوقتي ان شاء الله تشتغل وتبقى زي الفل وتصوم ان شاء الله وفعليه يبقى انت لغايه ما الدكتور يقول لك في الاخر خالص ياخد قرار ان انت هتصوم خالص او مش هتصوم خالص يبقى خلاص انت مش هتدفع فديه لغاية ما الدكتور يقول لك إن التشخيص النهائي لحالتك إيه لكن أنت ما تدفعش الفدية لغاية ما نشوف الدكتور هيقول لحضرتك إيه بعد ما يتم التشخيص النهائي معانا الأستاذة فايزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام وبعافية بقول لحضرتك انا زوجي مريض برضو كده يعني زي الاخ اللي سال قبل كده بس الدكتور منعه من الصيام وهو بقاله تسع سنين السنه دي ما بيصومش فهو بيطلع فديه الفديه نطلعها قد ايه وجنبي مني جارتي مريضه ومعاها ثلاث ولاد هي اولى بان انا اديلها كل الفلوس بتاع الفطار ولا لا حاضر يبقى احنا دلوقتي عندنا وليا سؤال كمان بعد اذن حضرتك اتفضلي انا قلت الصيام بنيه رمضان من اول ليله السحور شهر رمضان كامل لو انا نسيت في الايام الفردانيه انوي آه الصيام يبقى صيامي ماشي عادي ولا هو انت ناويه هو انت ناويه ثاني يوم تفطري ولا مش لا. ناويه تفطري؟ انا ان شاء الله مش هفطر باذن الله طيب خلاص هو ده بقى هي دي النيه النيه مش لازم اقول نويت صيام شهر لو صيام شهر آه وقت صيام غدا الاثنين من شهر رمضان اللي هو اليوم الثالث لا مش لازم تعمل كده لكن ان انت بس تريدي ان تصومي الغد فقط بالليل خلاص ده على شرط الساده الشافعيه اللي هم بيقولوا ان احنا لازم مع كل يوم نبيت الصيام من الليل عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له يعني ايه اللي حاصل؟ يعني ينوي النيه مش لازم يقول هو خلاص بكره وحملوا النية على انه ايه هو عايز يصوم ما عندوش شيء بيمنع هو مش ناوي ان هو ما يصومش ولذلك هيبقى اللي انت عملتيه دوت في السنوات الماضية صيامك صحيح فيه وان شاء الله ربنا يتقبل السؤال الاولاني اللي هو السؤال اللي حضرتك تفضلت بيه اللي هو فيما يتعلق بزوج حضرتك لو ان الدكتور قال له ما تصومش خالص خلاص هيطلع فديه في حدود 10 جنيه طيب واذا كان بقى جارتك فقيره ومحتاجة آه يجوز أن أنت تعطيها كل الفدية بتاعت الشهر كله وليس هناك إشكال لأن هي إطعام مسكين وهو ده بيتحقق فيها وممكن ده يكون لكل يوم إن شاء الله إحنا يا سادة اتكلمنا النهاردة عن معنى مهم جدا جدا تعلمناه من سيرة حضرة النبي حضرة النبي اخد بإيدينا كده وقال لنا شفت وأنا عملت إيه ممكن البيوت تتملي بده لأن ده حل عبقري حل منور حل من حضر من جناب الجمال من جناب الحنين من جناب الرحيم صلى الله عليه وسلم اللي هو حضره النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعله هبه لينا عشان يخرجنا من كل مشاكلنا امتنوا لاهل بيتكم امتنوا لاهل بيتكم لان الامتنان بيزيد الامان الامتنان يزيد الامان امتنوا لاهل بيتكم وقولوا لهم الكلام الحلو وانشروا الكلام الحلو مع الناس كلها لما بتنشروا الكلام الحلو عن اهل بيتكم ده مش عيب، العيب ان انتوا تكونوا جاحدين لهذا الامر. العيب ان انتوا ما تقولوش الكلام ده للناس كلها. سمعوا اهل بيتكم إن انتوا ازاي فخورين وبتحبوهم، سمعوهم ان انتوا بتقولوا الكلام ده في كل مكان، بس انتوا بتسمعوهم لازم تقولوا لهم الكلام دوت وانتوا صادقين فيه. ولازم نحمد ربنا ان ربنا كتب لنا ان يكون لنا ازواج وان يكون لنا زوجات الله سبحانه وتعالى جعلهم منا من الله عشان حياتنا تستقر وتتزن يا رب اجعل بيوتنا دايما في رحمة وفي مودة وفي سكينة ودايما نقول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمتك يا رسول الله تسري في قلوبنا وذلك أقول لك يا رسول الله وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في احدى الليالي يا رب جعلنا دائما مع حضره النبي نعيش مع جماله ونكون في صحبته يا رب العالمين يا ارحم الراحمين